مساء الخير على حضراتكم، يا رب دايما بكل الخير والرضا. هيفضل يتجدد اللقاء ما بيننا، واللقاء المرة دي من شرم الشيخ، لأن الحدث كان يستحق، ولأن بين السطور مهتم بيكم انتم، فكان لازم يجري ورا كل مؤشر وكلمة وسطر وصورة وإيماءة، وأحيانا حتى غفوة بتقول معاني كتير جدا. المعاني دي هي اللي عندها القدرة ان هي تفك مشهدنا كله من أوله لآخره. علشان كده كان مهم نكون مع حضراتكم ومن هنا من شرم الشيخ. أكيد كلنا يعني واضح ان العنوان اسمه منتدى الشباب، ومنتدى الشباب في نسخته الدولية الاولى على ارض مدينة شرم الشيخ كانت عناوينه ومضامينه والمنتظر منه حاجات كتير جدا، والحاجات الكتير دي كلها احنا محتاجين نشاور مع بعض على جزء منها. لكن خلوني اقول لكم، لان الحكاية ببساطة ربنا ادهلنا وفي لحظة العالم كله كان مشغول بأحداث بتحصل في الإقليم جديدة، مستجدات و و و وإحنا كلنا كنا موجودين في انتظار دخول الرئيس وضيوفه من الأمراء والوزراء والشخصيات اللي جت علشان تحضر هذا المنتدى وتكون شاهدة على إطلاق لحظة البداية. وقعدنا مستنيين والوقت بيطول. احنا تعودنا ان الرئيس المصري تقدر تظبط الساعة بتاعتك عليه في المواعيد، الساعة 6 يعني 6، بقت 6:05، بقت 6:10. بدأنا كلنا في القاعة نقول لبعض بصوا فوق علشان دي القبة، وقعدنا نشرح ايه اللي بيتعرض على القبة. وكل واحد مصري كان موجود، سواء من المتطوعين المنظمين من الاعلاميين، كان قاعد وسط مجموعة غير المجموعات اللي هو عارفها، كان طول الوقت بيشاور وبيقول، وكلنا كنا بنجاوب. انا على سبيل المثال كان جنبي حد من وزارة الشباب السودانية، نائب في هذه الوزارة وجاي مصاحب للوزير بتاعه، وكان بيسألني طول الوقت ازاي مصر تقدر تعمل كل ده، ازاي عملتوا كده، احنا الاستقبال في المطار كأني بسافر اوروبا، محدش بيسألني سؤال، كله بالالوان وكله بالاسماء وكله بالارقام، واللون يعني الاوتيل اللي حضرتك نازل فيه ونوع السيارة اللي هتاخد حضرتك من الفندق من المطار للفندق. كان مذهول وهو قاعد يحكي لي، وطول الوقت كان بيسألني انتوا عملتوا كده ازاي، خاصة ان مفيش شركة اجنبية هي اللي كانت بتشرف على عملية التنظيم، ده شباب مصري وجزء كبير جدا منه متطوع، وهذا الشباب اللي قائم على عملية التنظيم فقد واحد منه في حادث سير قبل اطلاق المؤتمر. ايه ده، انتوا ازاي بقيتوا كده؟ انا كنت سعيدة بالكلام اللي بيتقالي، وكان نفسي اقدر اسجله واذيعه لحضراتكم. كنت سعيدة لانه كان طالع بشكل عفوي وتلقائي، وكان طالع من جزئنا التاني من السودان. وسألته بدوري، قلت له انت يعني بتيجي دايما المنتديات؟ قال لي اصلا انتوا اللي بتعملوه ده لازم يبقى اسمه اكبر من منتدى، احنا لما بنتعزم على اي منتدى بنقدر نروحه بيبقى يومين بس، يعني ايه تقدروا تستقبلوا العدد ده، تضيفوا العدد ده، تقوموا بخدمة العدد ده، تقولوا للعدد ده معلومات، وتعبوا الوقت ده كله على مدار هذه الايام كاملة. الحقيقة مش هخبي عليكم، ولانه كان شعور عميق بالفخر، شعور حقيقي بان انا كنت قادرة اشوف مبكرا ويبقى عندي ثقة في ان اللحظة بتاعتنا وان اللي جاي بتاعنا، فكان عندي يعني يقين هادئ، حسيت ان حقكم عليا ان انا اشارككم في هذا اليقين. برضو الوقت بيمر والرئيس وضيوفه ما دخلوش زي ما احنا متعودين، وبدأت القاعة تتفاعل مع كل ما يعرض، و حضراتكم هتستحضروا معايا الصورة وهتشوفوها معايا دلوقتي. القاعة كانت بتعرض الأغاني اللي عملت خصيصا لهذا المنتدى. القاعة كمان كانت
بتقول الشعارات اللي المنتدى برموزه بشخصياته، كل شخصية وعلم الدولة المشاركة، وفجأة كل الشباب بدأ يبقى شعوره شعور السن، مش شعور انتظار رئيس ورؤساء و بدأت الحكاية بإن واحد من الحضور بيرفع العلم وهو كان جايب علم بلده معاه، وبدأت الدنيا كلها تشتغل على موبايلاتها وتدخل على الواي فاي بسرعة علشان تقدر تدخل على الصفحات وتحمل علم بلدها، وكله بدأ يتشارك. الجميل في اللحظة اللي قدام حضراتكم دي ان التفاعل كان بين المخرج بتاع اليوم اللي موجود، وقرر كمان يداعب هذا الجمهور الشاب بانه ينزل العلم من القبة من فوق وعلم كل الدول المشاركة. كل واحد كان موجود مش بس عنده طاقة إيجابية، ده كان لديه شعور حقيقي بأنه هو موجود في المشهد ده، لأنه له حق يبقى شريك مع الإنسانية في كل التفاصيل. وزي ما حضراتكم شايفين القاعة كانت بتتحرك بالحس الشبابي، بعيدا عن اللون والعرق والدين، بعيدا عن الجنسية، بعيدا عن كل شيء، وكل واحد كان حاسس إنه من حقه وهو بيزهو بعلم بلده إن الجميع لازم يشاركوه. وفضلت القاعة على هذا الشعور لدرجة إن رجال المراسم لما بدأ دخول الرئيس بقوا يناشدوا كل الحضور: من فضلكم خلونا نقعد علشان نستقبل اللحظة. علشان كده بقول لحضراتكم والله مصر بيكوا تحيا، وهي تحيا فعلا. والشكل اللي قدامكم ده انتوا ما شفتوش العدد كان قد ايه كبير جوه القاعة تحت القبة، وقد ايه الشعور كان ايجابي وطيب، وقد ايه كان بيقول لكل اللي طول النهار يكلمونا: كلموا الخارج، اعملوا ترويج، انقلوا سمعة مصر، خطبوا الآخر المختلف معانا. أنا أعتقد إن المشهد ده قال بشكل واضح وجلي للعالم كله، بإيدين كل العالم بكل ألوانها، ولد وبنت، مسلم ومسيحي ويهودي وغيره وغيره وغيره، أبيض وأسمر، بكل شيء. مصر امبارح قدرت بالمشهد اللي قدامكم ده تنقل للدنيا كلها مين مصر؟ شكلها ايه مصر؟ ما الذي يليق بهذه الدولة الكبيرة؟ وعلشان اللي يليق ببلدنا بجد حاجة مهمة قوي، فكان مهم قوي أبدأ مع حضراتكم من حاجة مهمة جدا حصلت بمجرد الرئيس ما اعتلى المسرح علشان يلقي كلمة الافتتاح. الحقيقة إن الكلمة كان فيها مفاجآت كتير، لكن كان فيها مفاجأة من العيار الثقيل. مصر في كل اللحظة دي اللي انتوا تعرفوها واللي مش وقته ان انا اكلمكم فيها، اللي فيها متغيرات كتيرة جدا، بتقول للدنيا كلها: ما كتب بعد الحرب العالمية الثانية لم يعد مقبول ان يكون هو التعريف النهائي لأي من الأشياء التي تتعلق بالإنسانية كلها. علشان كده بعد ما اتكلم في فرنسا على حقوق الإنسان وعلى الإرهاب، قرر يقولها مش قدام الأوروبيين، لأن الحضور امبارح كان إفريقي بزهو، كان أسيوي بزهو، كان كل اللي العالم اللي بيرى في نفسه أنه العالم المتقدم رقم واحد كان لكل المختلف مع ده، لكل الآخر. علشان كده عايزاكم تسمعوها وبعدين نتكلم عنها شوية. أعتقد المسألة واضحة جدا، بزيده أنا من مصر لأنه ده حق للإنسانية. انتوا قادرين تستشعروا برغم صعوبة كل اللي بيحصل في الإقليم وفي الدنيا، انتوا قادرين تستشعروا القوة؟ تفتكروا ان الكلمة دي اللي بتقول ان مصر ند، واللي بتقول ان مصر 3-7 بتضيف على تعريفات استقرت وكتبوها بعد الحرب العالمية الثانية علشان تخدم على اجندات بعينها منذ ذلك التاريخ، الآن وفي وسط كل ده يبقى مطلوب جدا ان هذه التعريفات وهذه المصطلحات يتم تجاوزها والتعامل بقى مش باللي فرض على الدنيا كلها؟ قادرين تلمسوا ده؟ قادرين تستشعروه؟
في كمان جملة شديدة الأهمية لازم تستحضروها معايا، الجملة دي وهو بيقارن ما بين الإرهاب اللي هو يبدو فعل عنيف فعل قاسي، وما بين هدم الإنسان، لأن الإرهاب بمعنى العصر الحديث هو الإرهاب اللي هد الدول اللي شفناه. حد يعرف ليه كل مكان بيدخلوه لازم يبقى أنقاض؟ لازم نلاقي البيوت مهدومة، لازم نلاقي الطرق مكسرة، لازم نلاقي الدنيا خرابة. بس يا ترى هم بس بيهدوا اقتصاديات الدول دي وبيخربوها علشان تبقى الدنيا خرابة بس؟ لا، لأن الرئيس أكد إن المسألة مش بس الفلوس والاقتصاد والدفع اللي الإنسان اللي ما بيبقاش عنده بيت بيبقى على يقين إن هو المأساة، لأن أجمل شيء في الدنيا إنك يبقى عندك سقف يغطينا ويسترنا وباب يتقفل علينا، وده هو البيت، وده اللي مش موجود في عواصم ودول ومحافظات كتيرة من بلدان حوالينا، وأحيانا كمان من بلدان بعيدة عننا، ما هي أفغانستان مش عندنا يعني. علشان كده كان جوهر المسألة إزاي بيتم اصطياد الإنسان، وإزاي بيتم التعامل مع هذا الإنسان علشان يتم استلابه، يتم هدمه. وبالمناسبة خلوني أقول لحضراتكم، الرئيس في المنتدى ده زي ما اتكلمنا من قبل ما نوصل لشرم الشيخ، لو كان الغرب كله اشتغل مبكراً سواء البداية كانت مع جورج سورس أو مع غيره على هذه الطاقة الحماسية الشابة المندفعة اللي طول الوقت عندها أفكار بتتصور إنها ممكن تحل بيها الدنيا واللي فيها، طول الوقت مندفعة مفيش حد يقدر يوقفها، هذه الطاقة الشابة اللي استخدمت في بلادنا فقط بمفهوم الهدم، وتم الحفاظ عليها في بلادهم بمفهوم البناء. الطاقة الشابة دي مصر بتغير المعادلة زي ما قدرت تعلي الصوت من باريس وتأكد عليه في شرم الشيخ وأمام كل العالم. كمان مهم جدا نشوف هذه الطاقة الشابة اللي حاولوا يقطعوا بيها الدول بقى في منتدى الشباب إزاي بيتم التعامل معاها، وده اللي كنا بنتكلم عليه في إن دي تجربة مصر في التعامل مع هذه الشريحة العمرية، تجربة مصر اللي جاية دول تنقل عنكم هذه الخبرة. علشان كده الشباب ده لما هيلاقي اللي بيسمعوه، لما هيقدر يبني جسور الثقة مع قياداته، هيغير وجه الأرض. الشباب عايز من يسمعه، عايز من يتحدث معه، يتحاور معه، وإذا اطمأن، وإذا اطمأن هيبقى عامل حاسم في بناء الدولة الحديثة. الشباب في مصر إذا وجد من يسمعه، إذا وجد من يثق فيه، هيتحمل وهيتحرك معاه بشكل لصالح الدولة اللي احنا بنتمناها، دولة مدنية ديمقراطية حديثة. كنت شايف إن في تحدي كبير جدا بيقابلنا في مصر، وكان اكبر تحدي في تقديري هو ازاي ان احنا نتواصل مع شباب مصر ونتفاهم معاه ونقول له ان احنا شايفينك ومعاك وبيك وعشانك. هي دي كانت الفكرة كلها، يعني كان في ارادة سياسية حقيقية، ودي كلام مش لان ده حتمي، ده ضروري، واللي ما يعملش كده يبقى يعني ما يبقاش بيبص حقيقة لمصلحة الوطن. ده معناه ببساطة يا مصريين إن الدولة اللي طول الوقت بيتم عبر أدوات السوشيال ميديا اللي هي مش مصدر أبدا لا للمعلومة ولا لقياس الرأي، طول الوقت في محاولة إنهم يشدونا كده بعيد، وإن الدولة مش مهتمة بشبابها، وإن الدولة بتعمل، ده الرئيس بيقولها صراحة إنه ده كان أكبر تحدي.
بيواجه الدولة المصرية، وإن الدولة ما كانش عندها رفاهية عدم التعامل مع هذا التحدي. والتعامل مع التحدي ده كان بيقول ببساطة شديدة إنه هذه الطاقة لديها كثير من الإيجابيات، ربما تكون أخطأت الطريق لأن هي يعني تركت لتعيش لتتعلم تحت ظروف مختلفة مع نخبة مختلفة مع قدوة مختلفة، فأحيانا بيطلع طريق تعبيرها في اندفاع في تجاوز بعيد عن نسق القيم المصرية. لكن كان لازم الدولة المصرية تقبل التحدي، تدخل التحدي، تقرر التعامل مع التحدي، وبناء عليه كل الدنيا جاية تبص على تجربتنا في التعامل مع الشريحة العمرية دي علشان ينقلوا عننا الخبرة. فاكرين لما كنا بنتكلم مع بعض وبنقول انه الدولة المصرية زودت إيراداتها بخبرتين، خبرة التعامل مع ملف الإرهاب مبكرا واللي أصبح لدى مصر خبرة فيه هتستعين بيها دول غنية ودول مهمة ودول كبيرة وهتدفع في مقابل ده عائد اقتصادي لأن ده نوع من البزنس، ده نوع من التجارة. ونفس المسألة في التعامل مع الطاقة الشبابية، مع الشباب اللي ترك لجورج سوروس وغيره، اللي ترك لما يسمى بالسوشيال ميديا تاخده يمين وتاخده شمال. لازم يبقى عندنا النماذج من هذا الجيل من هذا العمر القادرة على بناء الجسور والثقة من طرف، وعلى الطرف الآخر قادرة على إجراء الحوار مع ولاد جيلها. علشان كده المسألة كانت بجد فيها درجة عالية من الزهو. الدولة دي اللي كان طول الوقت أجزاء مننا مشغولين بننتقد سريع الغضب كانت بتشتغل، احنا كنا بنتكلم وهم بيشتغلوا علشان الأجزاء دي كلها أو بالأحرى التحديات دي كلها يتم العمل عليها وبشكل قاطع ونهائي. كمان كان لازم ناخد بالنا إن الدولة دي قادرة تفرق ما بين فك الدول، الرغبة في هدم الدول، والرغبة في هدم الإنسان. علشان كده كان طول الوقت الكلام اللي بيتقال لنا احنا المصريين محدش ييأس، المصريين من فضلكم ادوهم الامل، الامل ده نوع من الاسلحة لان ده يساوي عند الجيوش الروح المعنوية. يقولوا له بس الصراحة، الصراحة يا ريس، يقول من فضلكم البلد واضح انها بتمر بمرحلة صعبة، البلد بيتم اعادة تجديدها من ساسها لراسها، علشان كده من فضلكم محدش ييأس شعبي، محدش يقول لهم مستحيل، مش هنتطور، مش هنتحسن، كل شيء صعب. وطول الوقت كان بيناشد الاعلام وغيره ويأكد علينا من فضلكم الامل، يعني رفع الروح المعنوية، الامل هو ده اللي الدول بتعمله. وطول الوقت كان بيطالبنا بده لانه كان مدرك الفرق ما بين فك الدول، هدم الدول، وما بين فك الإنسان وهدمه. وأنا متأكدة إن كتير من حضراتكم يعلم جيدا على المستوى البسيط، يعني على المستوى العائلي، يعني لو في أسرة فقدت عائلها، فقدت الأب، قد إيه بتعيش لحظة ارتباك، ده بيبقى يأس. ولو الأم ذكية بتوقف ولادها وتكتم غضبها وتعيش وتعدي بيهم، ده اللي مصر بتعمله، لأن الإنسان لو انهزم البنى فيه صعب جدا. أنا عايز أقول مش للمصريين، أنا عايزكم تحطوا في الاعتبار إن أنتوا بتتكلموا عن دولة فيها 100 مليون، 100 مليون مسؤولين احنا في مصر عن امنهم وسلامتهم واستقرارهم. وانتم شفتوا امبارح عندما تسقط الدولة تستباح، ويستباح اهلها ويستباح ابنائها، شباب كانوا او شابات، يستباح الدولة. وبالتالي ده تحدي كبير جدا جدا، هو اللي خلانا بنقول واختم كلامي بيه ان التواصل مع الشباب والتواصل مع الرأي العام ضرورة وامر حتمي، واللي ما يعملش كده
بيعرض بلاده للاستباحة. شكرا جزيلا. طيب أنا أعتقد إن مصر كلها عايزة تعرف ليه الرئيس أكد على المسألة دي بهذه الملامح، فكرة الاستباحة. الحقيقة لأن إحنا كنا موجودين في حفل الافتتاح اللي هو اليوم اللي قبله اللي الرئيس بيتكلم عنه، فكان بيتكلم على إزاي المسألة كانت واضحة جدا، كما لو كانت بجد إشارة أمارة من الأمارات اللي ربنا بيساعد بيها خلقه. ما هو لما بيعوزنا نكون على مكارم الأخلاق ربنا لازم يعلمنا، بيقول لنا نعمل ولا نعمل، نفعل ولا نفعل، بيقول لنا حاجات زي كده، بيقولها لنا في كل الأديان اللي نزلت، لأن جوهر الدين كل الدين هو مكارم الأخلاق. طيب يا ترى إيه اللي يخلي اللحظة تخلي العالم كله يشوف إن الأزمة تجاوزت عملية هدم الدول؟ ظهور أمراض زي الكوليرا تاكل البشرية في اليمن، اللي يخلي المشهد كده؟ طيب عايز أوري حضراتكم، لو تعرفوا مسألة استباحة إنسان مصر ممكن تعمل في رئيسكم إيه، هتقدروا تستشعروا ده وتفهموه. عايزاكم تبصوا معايا على اللحظة دي وهو كان بيتابع المشهد في اليوم الافتتاحي الأول، يعني يوم الأحد. الحقيقة أن الرئيس وهو بيتابع المسألة دي كانت ملامح الوجه، برغم أن الكاميرا كانت بتروح على استحياء وتختفي، وعلشان كده ربما تكون الصور مش كلها حاضرة قدام حضراتكم، لأن اللقطات قد كده بتكون سريعة. لما حاولنا نجمعها علشان تقيسوا بيها المشهد ده بيحصل إزاي، وهتشوفوه دلوقتي قدام حضراتكم، هتشوفوا يعني إيه فكرة انه وطفل بيتكلم بيحكي عن اختراعه وهو جاي من افريقيا، ازاي اشتغل عليه، ازاي الرئيس كان منفعل جدا وكأنه كان بيقول لنا كلنا. افتكرته في الافتتاح بتاع قاعة المؤتمرات في القاهرة لما شفت شباب المخترعين وكل الشباب المصري، شفتوا الوشوش دي كلها، وبالتالي كان الوش بيقول احنا بالطفل زي ما مطلوب نشتغل على الشباب مش هينفع. علشان كده الانفعال كان قد كده، في درجة عالية من الصدق، كان لازم افريقيا تكشف عن وجهها الحقيقي وتقول ان لديها مخترعين ولديها ناس جادة وتستطيع ان تغزو العالم اذا العالم ما قررش انه ياخد بس خيراتها ويسيبها زي ما هي. لكن بمجرد الطفل ده ما خرج من المشهد ودخلت البنت اللي جاية من العراق علشان تحكي التجربة من العراق، كانت ملامح الوجه بتاخد شيء مختلف تماما. وهنا القاعة كلها برغم انها شابة وسريعة التعبير عن مشاعرها، لكن القاعة كلها خدت لحظة هدوء، لحظة صمت، لان الكاميرا لو انتبهتوا ما كان اي قوة من قوى الشر تقدر تدوس عليه، تنتهكه، تغتصبه. بالمناسبة الاغتصاب مش مجرد بنات صغار ولا أطفال صغار، الاغتصاب للبنات والرجال والنساء والجميع، الاغتصاب للإنسانية. علشان كده كانت الملامح فيها درجة عالية جدا من الشعور العميق بالحزن. المسألة دي تبروزت كمان وكانت أكثر وضوحا لما الشاب اليمني كان بيتكلم إن هو اتخلق في بلد كانت تسهاك الجسدي ولا الاغتصاب. الراجل كان بيتكلم والقاعة في صمت مطبق، والرئيس كان بيفتكر كل ولاده منكم، المتفق معاه والمختلف معاه، لأن اسمه مصري، ولأن مصر لما هنحافظ على حدودها وعلى مبانيها وعلى حضارتها، الجوهر هو الحفاظ علينا كلنا، على الإنسان. علشان كده هذا الشعور العميق بالألم اللي يعني
زاد لحد اللحظة اللي اعتلى فيها المنصة وقال فيها الجملة اللي عرضناها لحضراتكم قبل ما يلتزم بالكلمة المكتوبة. المشهد كان بيقول له خلي بالك ولادك مستهدفين، مش بس الشباب ومش بس النساء ومش بس الأطفال، لو قوى الشر قررت إن هي تتمكن وهتتمكن بالوسائل الغير محترمة اللي بتلعب بيها على المراحل العمرية كلها. كل ده كان بيقول بشكل مباشر ان المشهد ده كان ماثل امامه، فكانت الحكاية ما بقتش الرغبة في فك البلدان وهدمها، ده بقت الى ما هو ابعد من ذلك، لان ده معناه ببساطة شديدة استلاب واستباحة الناس، استباحة الاهل. وعلى ذكر أهل الشر اللي طبعا مش مصدقين إن احنا قدرنا قبل ما يبدأوا يقولوا ولا حد يكتب تويتاية يكون من التيار المدني ولا من اللي حضروا في فيرمونت ولا ولا، ما هم كلهم دلوقتي المختلفين على إن هدم الدولة إيذاء، اللي مختلفين على استباحة الإنسان إيذاء، شغالين. فقرروا انهم يبداوا يكلمونا بطريقتهم، الحمد لله احنا كنا نبهنا قبلها ولسه مكملين، لان هم بيعتمدوا على ان التكرار بيعلم، بس هم مش فاهمين ان احنا اتعلمنا من التجربه، لكن هو بيعلم اتباعهم هم اللي تنازلوا عن ما ميزهم الله به العقل. علشان كده اهل الشر دول وهم شغالين من كل النوافذ وكل الابواب مصرين انه بلد فقيره عامله منتدى مستضيفه فيه كل الناس دي، منين؟ ايه الفلوس دي؟ جت منين الفلوس دي؟ وكل الناس دي وهي بتكتب الكلام ده ما سمعتناش وما شافتش قد ايه حضراتكم يعني دعمتوا هذه المعلومات المهمة علشان كل مواطن مصري يرد بيها، لكن الصورة كانت أبلغ، لأن الصور من داخل المنتدى في أول يوم كانت بتشير لعدد البنوك اللي ساهم في أنه يقوم بدوره المجتمعي، ده جزء من نظام العمل، البنوك جزء من أرباحها بيخصص للخدمة المجتمعية، كمان الشركات الكبرى، كمان يعني رجال أعمال وكل الشخصيات اللي من هذا النوع اللي عندها استثمارات، جزء من المسؤولية لرأس المال هو المسؤولية المجتمعية. وعلشان حضراتكم وأنا متأكدة وواثقة فيكم من عدد التفاعل اللي تم مع المعلومة تبقوا على يقين كامل، خلوني أطرح المسألة على أحد المساهمين واللي تحملوا جزء كبير من مسؤولية وتكاليف وش مصر الجميل ده. احنا بنقول للعالم كأننا بنعمل أهم يعني مشروع استثماري للترويج، مش للسياحة ولا الاستقرار، ده للبلد بإنسانها وبالمكان. خلوني أطرح المسألة على نائب رئيس بنك مصر الأستاذة سهر الضماطي. أستاذة سهر خليني أقول لحضرتك منوراني وأنا في شرم الشيخ، يعني أهلا بحضرتك. أنا حابة أعرف أولا بجد فكرة أنه ضمن أنظمة العمل للبنوك والشركات الكبرى المسؤولية المجتمعية، هل ده كلام دقيق ولا ده كلام إعلامي؟ لا كلام حضرتك صح جدا طبعا، احنا يعني عندنا دور اساسي هو دور المسؤولية الاجتماعية. المؤتمرات زي مؤتمر الشباب الجميل اللي حضرتك فيه دلوقتي يعتبر منبر جميل بيتقدم من خلاله بنك مصر انه يساعد في نجاح مؤتمر زي ده عن طريق الرعاية. تمام. إلى جانب كده برضو بندخل في حاجات كتير، سواء بالنسبة لي كان فترة كان تطوير عشوائيات، كان مجموعة بنوك مصرية دخلنا مع بعض، حاجات كتير الحقيقة. طيب بالنسبة للإيفنت اللي احنا فيه منتدى الشباب الدولي، يعني بنك مصر من ضمن البنوك اللي موجودة، وأنا شفت البانر وشفت المجموعة بتاعتكو وأنا موجودة في قاعة المؤتمرات صباحا، والحقيقة كان في عدد آخر كمان من البنوك والشركات. عايزة حضرتك بس تقولي للمواطن انتوا بتعملوا ده وبتعملوا ده ليه، بتعملوه ازاي، التنسيق ده بيتم ازاي؟ طيب
شوفي حضرتك، احنا النهارده طبعا مؤتمرات زي كده بتتقدم للبنوك على اساس ان البنوك تدخل فيها كراعيه لهذه المؤتمرات. احنا كبنك مصر، ده بنك مصر، وبنك مصر يعني دايما يشرفوا انه يبقى واقف جنب بلده في مؤتمر كبير زي ده، بيضم شباب العالم، بيبقى فيه تواصل ما بين الشباب ما بين مصر وبره، بيجعل الشباب بتاع العالم سفراء جمال للبلد، بيشوف بلدنا، بيشوف شرم الشيخ، قاعد مع أكبر قامة في الدولة رئيس الجمهورية، ومع كل الناس الوزراء الناس الكبار الممثلين للدولة، فده طبعا شرف وشيء جميل جدا إن بنك مصر يكون فيه حقيقة. يعني أنا سعيدة، وسعيدة إن المصريين يبقوا متأكدين إن إحنا لما بنقول لهم معلومة هي مش مجرد معلومة علشان نريحهم بيها، وإن ده جزء فعلا من الجهد اللي بتقوموا بيه. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نائب رئيس بنك مصر سهر الضماطي. وخلوني أقول لحضراتكم إنه كان نفسي زمايلي يقدروا يحطوا لكم الفيديو اللي كان فيه كل السبونسرشيب اللي كانوا موجودين، وهم ما زالوا موجودين على مدار الأيام. وعايز أقول لكم أنه في عدد كبير من البنوك المصرية، وأن ده جزء زي ما كانت الأستاذة سهر بتقول، هم ممكن أحيانا يشاركوا وشاركوا بالفعل كمجموعة بنوك في تطوير العشوائيات. أنا أعلم تماما أن في عدد من شركات الاتصالات اشتغلت كمان على فكرة محو الأمية، في مسؤولية مجتمعية على رأس المال، ده جزء من التطور اللي بيحصل في العالم كله. علشان كده من فضلكم انتوا السلاح الحقيقي للبلد دي، وأهل الشر اللي بعد ما فشلوا في انهم يهدونا كبلد ويخلونا أطلال وأثار زي الدول اللي انتوا عارفينها، دلوقتي في محاولات غير عادية للوصول للمواطن المصري والإنسان المصري. مرة بيحاولوا يكلمونا عن الغلاء فيلاقونا احنا قادرين، لأن وقت الزنقة محدش هيشيلنا غير أنفسنا، وهكذا. كل مرة هيتطلب من المصريين النوع ده من المعاملات هيبقى المسؤولية على حضراتكم انتوا حائط الصد. خلوني اطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل، علشان عايز احط مع حضراتكم تفاصيل كتير للي حصل ما بين سطور اليوم الاول. اهلا بحضراتكم من جديد. والحقيقه المقطع اللي استمعتوا اليه ده له علاقه بالنقاش اللي هنديره مع ضيوفي بعد الموجز، وهنتكلم فيه على فكره الحضارات. الحضارات وان كانت فعل انساني، فعل بشري، لماذا يخرج علينا من يحاولون التنظير بفكره ان الحضارات لا يجب ان تتكامل وانما يجب ان تتصارع، ويحاولوا يوصلوا لفكره صراع الحضارات، ونلاقي عدد من النخبة بتاعتنا طول الوقت بيستعير هذا المصطلح ويتعامل معاه بوصفه حقيقة علمية، مع انه مجرد تركيب لغوي. العقل اللي صاغه طول الوقت جزء من عقل الشر في الارض. والمداخلة بتاعت الرئيس جرت المسألة للحظة الخلق على الارض، وانه المسألة في الاساس انه ربنا خلق الانسان، كل الانسان، علشان يعبده، وانه في هذه العبادة هو ينشئ حضارته، ولكل حضارة اللغة بتاعتها، طريقتها، ثقافتها، طريقة معيشتها وحياتها، الجو اللي بتعيش فيه من برد وحر وغيره، وكل هذه التفاصيل جعلت نسق الله في الأرض هو الاختلاف، وإنه جعل في هذا الاختلاف رحمة علشان الكل يقدر يعني يعيش على هذه الأرض، يعبد الله بالطريقة اللي يقدر يعملها بيها، وإن ده جزء من نسق الأرض. لما بيجي إنسان أيا كان هذا الإنسان، أيا كان
هؤلاء أهل الشر علشان يقولوا لنا صراع الحضارات، فلازم نبقى عندنا يقين إن هم هيفشلوا، لأنهم بيشتغلوا عكس إرادة الله في الأرض، وبالتالي مآلهم في نهاية الأمر إلى الفشل. خلوني أعرفكم على ضيوفي سريعا، وهستأذن من الأستاذ مصطفى علشان ضيفنا أردني، ضيفنا يمني بيتعلم عندنا، فخلينا الأول كده يعني نروح. خليني أرحب بالأستاذ المهندس طارق النعماني، وهو رئيس مجلس الطلاب في الطلاب العرب في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المنظمة التابعة لجامعة الدول العربية. جميل، أنت منورنا وأنت موجود في المنتدى مدعو، وهيبقى عندنا فرصة نعرف منك الخبرة اللي هنا مع كمان خبرة اليمني. أنت من أي من اليمنين، الشمال أم الجنوب؟ العاصمة اليمن واحد، ليس شمال ولا جنوب، بس الظروف. من صنعاء؟ نعم. طيب اهلا بك في مصر. خليني كمان ارحب بالاستاذ مصطفى زمزم، وهو يعني المسؤول عن مجموعه اسمعونا للاعمال التنمويه، وكمان واحد من المشاركين، لكن اسمعونا هيكون عندها يعني مشاركه في المنتدى، صحيح؟ الحقيقه ان شاء الله احنا يوم 8 نوفمبر هنكون عندنا عرض على السيد الرئيس وعلى كل الضيوف المشاركين والشباب اللي جاي من انحاء العالم. هنتكلم معاهم عن تجربتنا في الاعمال التنمويه داخل مؤسسه اسمعونا، وهنحكي لهم قد ايه احنا استفدنا من الشراكه مع مؤسسات الدوله والمسؤوليه المجتمعيه للقطاع الخاص. احنا عملنا دمج جديد شويه في العمل الاهلي وبطريقه غير تقليديه، اكثرنا من المؤسسين كان لينا الحمد لله خبره كبيره في العمل الاهلي، فقدرنا نوصل لمرحله او لنقطة فاصلة في العمل الخيري التنموي في مصر. والمشاركة بتاعتكم هتكون يوم ايه؟ يوم 8 ان شاء الله. يوم 8. هنروح لتفاصيل ليها اكتر، لكن يعني انا عايزة ااجل النقاش علشان هي دقائق وهنروح لموجز الاخبار زي ما احنا متعودين على اون لايف، لكن خلوني قبل ما اترك حضراتكم للموجز اقول لكم بس ببساطة قد ايه الناس وهي بتشارك في هذا المنتدى، كل واحد من موقعه، يعني اللي موجود علشان هو عنده يعني مشاركة في انه بيقول تجربة، بيحكي خبرة، اشياء من هذا النوع، ده بينقل خبرة مختلفة. كمان النماذج اللي جاية بوصفها مدعوة، فهي مدعوة لعمل جاد، فبتشارك بإيقاع مختلف، بأذن ملهوفة ان هي تسمع وان هي تتفاعل وان هي تقول. والحقيقة خلوني اقول لحضراتكم عدد اللغات اللي قدرت اسمعها في كل الحضور اللي حضرته النهاردة في القاعات المختلفة، مش مجرد اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية، ده في لغات كتيرة جدا بيتم الحديث بيها سواء بين المشاركين واحيانا كمان من المنصات. علشان كده الشغل الخبري بينقل حضراتكم لفعاليات اليوم، يعني القاعة كذا دار فيها كذا، القاعة كذا دار فيها كذا، لكن خليكم فاكرين احنا في بين السطور طول الوقت معنيين اكتر بان احنا نروح لتفاصيل ما وراء هذه الاشياء، لان كل كلمة بتتقال انا متأكدة هي ما بتجيش صدفة. يعني في اليوم الاحتفالي الاول اطلاق عملية يعني اعمال هذا المنتدى، يبقى معنا شاب يمني بيتكلم عن اليمن، بيبدأها بلدي كان اسمه اليمن السعيد. هل دي ممكن تكون صدفة؟ طيب هل دي وجودها بيقول معاني كتير؟ تفاصيل كتير مهمة هنفتحها للنقاش، بس بعد ما ترجعوا لي إن شاء الله بعد الموجز.
الخير دايما برجع لحضراتكم، ويا رب نقدر نسيب بصمة، بس تكون البصمة بصمة خير. خلوني أقول لكم إنه حضراتكم بتستمعوا للموجز. انضم إلينا الأستاذ سهيل عبد المغني، وهو طبعا اللي كنت بكلمكم عنه في الكلمة اللي ألقاها بالأمس، وهو بيتكلم عن اليمن اللي كان سعيد واللي بيعيش لحظة شديدة الارتباك، وهو طبعا واحد من المدعوين والشخصيات اللي موجودة في منتدى الشباب، وهو طالب ماجستير في السياسة والعلاقات الدولية في جامعة جواهر نهرو في نيودلهي. مساء الخير ومنور. مساء الخير. طيب خلوني، القعدة يمنية مصرية ويعني قعدة جميلة جدا بالنسبة لي، عايزة أبدأها من أنتوا كان إحساسكوا إيه بالأغنية، بشكل الاحتفال بالشباب وهم قاعدين مستنيين دخول الرئيس وكل المجموعة اللي دخلت من الشخصيات اللي كانت مدعوة بالأمس، وكل واحد بيطلع العلم بتاعه وفجأة ما فيش خلافات، كل الناس اللي ممكن تبقى منزعجة تلاقيها كلها يعني كانت بتهيص وبتسقف، كان في طريقة تعبير بعيدة عن الشكل الرسمي، مش في حضور رئاسي وشخصيات يعني مهيبة، لا حضور شبابي. كان إيه شعورك؟ والله كان إحساس رائع، شعور جميل. جميع الدول واقفين جنبنا، من كل الناس، من كل الدول. إحساس وطني مهيب افتقدناه جدا. إحساس البلد الواحدة، إحساس شرم الشيخ المحبة، شرم الشيخ السلام، تجمع فيها شباب عرب، شباب من جميع دول العالم. نظرنا للموقف يعني مقشعرين الأبدان صراحة. دخول الرئيس، الدخول المهيب، الحضور الكبير، جميع الدول، الابتسامة في وجوه الجميع، سهلين التعرف، تتكلم مع الأوروبي، تتكلم مع الأسباني، الأمريكي، سهولة جدا في أن احنا نتواصل، نتكلم، نتحدث. We need to talk. We are ready talking. طيب خليني كمان أسأل أستاذ مصطفى، يعني صحيح الحدث بيتم في شرم الشيخ، لكن الحدث جلوبال عالمي، مزبوط. مش بتاعنا لوحدنا، وإحنا كنا معنيين جدا أنه نبقى موجودين وسط الدنيا كلها. الأغنية والقبة والأعلام، أنا مهتمة بجد أن الشارع المصري اللي ما كانش عنده الحظ يبقى موجود الانطباع ده. خليني أقول لحضرتك بقى نقطة مهمة جدا، طالما احنا أثرنا هذه المعلومات الهامة لدى كل الجمهور المصري أو العرب اللي بيشوفنا، إن شوية تلاقي الناس تقول طب احنا صارفين جامد جدا، ده احنا عاملين قبة وعاملين أغاني وعلى آخر الكلام ده كله، عشان بس كان في رد رسمي النهاردة من الدولة كمان على كل اللغط اللي حصل في السوشيال ميديا. النهاردة كل شباب العالم اللي موجودين سواء من الدول العربية أو من الدول الأوروبية أو من أمريكا أو من كندا، كل اللي كانوا حاضرين أكتر أظن من 64 دولة ممثلين لهم، فإحنا عملنا نظرة كبيرة جدا لوضع القومي المصر برا. احنا بنتكلم عن شرم الشيخ السلام وشرم الشيخ السياحة اللي هي تعتبر اجمل بقاع العالم دلوقتي، واللي احنا عارفين مين بيحاربها بشكل حقيقي. يعني بالضبط، عشان نكون بس في رد مباشر، كل اخواتنا من الوطن العربي اللي يهمونا قوي قبل ما نتكلم عن الجانب الغربي، احنا حابينهم يكونوا في وسطنا. احنا كنا حاضرين في منتصف القاعة بالضبط، كان جنبنا من اليمين ومن اليسار فلسطينيين. اول الناس لفتوا للمصور او المخرج العبقري اللي هو شغل الناس كلهم فكرة الاعلام في لحظة الانتظار، رفعوا العلم الفلسطيني وفكرة السلام وان احنا عاوزين ارضنا ترجع لينا. فكرة ذكية جدا وبسيطة، يعني احنا بنتكلم هو بيعبر عن نفسه، تخيلي لا تخيلي هو بيرفع العلم الفلسطيني، بيرفع موبايل عشان ما معهوش علم مصري عليه العلم مصر، يعني علم فلسطين لقينا السعودي بيرفع علم مصر جنب علم السعودية، اليمني بيعمل نفس الموضوع، السوري، السوداني، السودان، كل الدول اللي كانت موجودة، الدول الإفريقية وحضورها العميق. عايز أقول لك وأعترف لك يعني، وأنا عارفة أن ده ممكن يعني ناس من أهل الشر يقعدوا يضحكوا عليه، كنت أول مرة امبارح أعرف علم نيبال، لأنه كان ورايا شاب من نيبال وكان يعني نفسه جدا الكاميرا تجيبه وهو بيرفع العلم، فأنا بقول له ده علم إيه؟ لقيتني مش عارفة ده علم إيه؟ فاتضح إنه علم نيبال. الحقيقة أنا شفت شباب من دول إفريقية عمرنا ما تقابلنا معهم قبل كده، هم حاسين كانوا غربة عننا، بدأوا يحسوا إنه مصر رجعت للحضن الإفريقي وهم رجعوا لنا، وهم حاسين إن قد إيه مصر اللي هي هيكون في دعم ونهضة لإفريقيا من خلالنا إحنا، فهم عندهم انتماء للحدث نفسه.
يعني هو مش جايين لمجرد يسمع كلامه خلاص. طيب خليني اشوف سهيل علشان القاعة كلها بعدين اتعرفت عليه من الستيج من على المسرح. انت واحنا بننتظر فعلا اللحظة دي والموجات من الشباب وطريقة التعبير دي، فجرت جواك حاجة؟ حسيت ان انت محتاج تقول جملة ممكن نقول للي ما كانوش معانا لحظتها ايه؟ انا قلت واقع، انا الكلمه قلت واقع، يعني صح انها بانت ككلمه ولكن في الحقيقه هي لم تكن كلمه، هي كانت واقع مرير، واقع حقيقي يمر به اليمن واليمنيين. خلال الكلمه وانا القيها كانت تمر امامي، ما كنت اشوف الاودينس، انا ما كنت اشوف الناس بصراحه، انا كانت تمر قدامي اليمن، انا كانت يمر قدامي المواقف اللي مريت فيها ويمر فيها اهلي واهلنا في اليمن. حصل لي عاطفة يعني، ويعني تقريبا كنت على وشك اني افقد الكنترول، افقد السيطرة على نفسي. فحاولت امسك نفسي، لانه لما انت تتكلم عن وطن المشاعر تخونك، القدرة على السيطرة بتخونك. فانا كنت بحاول اني اوصل معاناة شعب كامل عبر شخص، عبر ناس ممكن انها تصنع تغيير او انها تحاول تساهم في تخفيف معاناة الشعب. فاتمنى انه هو من المؤتمر نخرج بحلول جذرية او بحلول تساعد على تخفيف معاناة اليمنيين. طيب خليني اقول لك، لان انت بتقول انت ما كنتش شايفنا في القاعة وانت كنت على المسرح، اللحظة اللي انت اتكلمت فيها كان عندك لحظة صمت، كل اللي في القاعة عرفوا ان انت غالبا فيها كنت بتحاول تستجمع قواك، لانه بعديها الكلام خد ملمح مختلف. والحقيقة ان الكاميرا اللي عجبتك لقطت وجه الرئيس مباشرة والجدية، لان انت خليته يؤكد عن، لانه فكرة الانسان ده بيبقى حاجة صعبة جدا. لا خليني اضيف يا استاذ اماني في الجزئية دي، لان احنا اعجبنا جدا بكلمته، احنا كلمته، احنا كشباب مصريين ما احناش حاسين قوي بالدمار اللي بيحصل في اليمن، غير من البرامج والاخبار او وكالات الانباء، لكن هو نقل الواقع المرير اللي حصل في اليمن. هو كشاب احنا يمكن بنقرا لغه الشباب اكتر شويه من فكره ان انا بقرا لغه واحد سياسي او طالع يتكلم عن جانب شويه بنصم الاطفال بينهانوا قد ايه، قد ايه الفتاه اليمنيه في يعني احنا حللنا كلمته. انا هديله فرصه هو كمان يرجع يعني يقول لكل اللي ما كانوش معانا في القاعه الامور بشكل تفصيلي اكتر، لانه كان واخد زوايا بعينها يعني. بس خلوني ارجع مره تانية لطارق. طارق يمني بيعيش في الإسكندرية، هتتخرج كمان كام شهر، مهندس قد الدنيا. عايزك تقول للمصريين خبرتك هنا، وخاصة ان انت كمان بتعيش معانا. صحيح بلدك مجروح، بس مصر كمان بتتعافى وبتتعافى بصعوبة، لانه اهل الشهر متربصين، واكتر فئة عمرية بيتربصوا بيها هي الشباب. صحيح. فاحكي لي الخبرة دي والتجربة دي. أولا بشكر الدولة المصرية على الاحتضان الكبير. صراحة لم أحس في يوم من الأيام أنني خارج بلدي، سواء من الجيران، من الناس، من دخولي في الأماكن. عندما أتي سياحة إلى شرم الشيخ، إلى الغردقة، أحس أن المصريين يحتضنون كعرب، يحتضنون نعامل كأننا حاجة واحدة، نعامل كأننا شعب واحد. لم نحس بالغربة. حتى الجميع من يذهبون للدراسة في أكثر من دول يقولون نحس بالغربة، أقول له أنا في مصر ما أحس بالغربة. أنا المصريين في ألفة، في عشرة، في ناس عشريين. ومن خلال ما إحنا جالسين في مصر خلال 5 سنوات من 2012 إلى 2017، طبعا في لمسة حقيقية، في قفزة نشكر عليها الدولة المصرية وكالة البلد، ان في قفزة لاحظناها، احنا لاحظنا ان احنا كطلاب اجانب او طلاب عرب ابدانا احساسنا بالامان، احنا اصبحنا امنين، اصبحنا نتنقل بسهولة، اصبحنا نذهب للسياحة في اي مكان، لم يعد القلق، اصبحنا نقول مصر الى خير.
مصر سلام، مصر مصر محبة. عندما نتكلم مع أي أشخاص خارج مصر، تعالوا مصر، مصر آمنة، مصر جميلة، مصر توفر فيها كل شيء، الاستثمار، تعالوا استثمروا، اشتروا. طارق أنا خايفة الجمهور يفتكر إن أنا طلبت منك تقول كده بجد. لا لا لا، أنا من الناس اللي أول ما وصل مصر يعني أول حاجة أفكر فيها إنه يعني يعمل شيء في مصر أو يقدم شيء لمصر. حاولنا من خلال الأنشطة الطلابية أن نتعاون مع الشباب المصريين، شاركت في الاتحاد الجامعي كاتحاد الطلاب العام. لم أجد في يوم من الأيام صراحة، سواء من الشعب أو سواء من الطلاب أو سواء من الجامعة، إلا الاحتضان، إلا الابتسامة. فأنا في وطني الثاني بكل فخر، وتحيا مصر. ربنا يخليك. طيب خلينا نقطع بين اليمن واليمن. نروح لمصطفى. مصطفى عايزك تقول لنا اسمعونا، الاسم جميل بس ايه اسمعونا؟ بتعملوا ايه وايه الشغل اللي هتقدموه كمان هنا في المنتدى؟ الحقيقة احنا كنا في الاول كنا بنفكر في 2013 10 مبادرات هي انسانية في المقام الاول، لكن بنتكلم فيها عن التنمية المستدامة، ان احنا لازم نقول لكل شباب مصر اللي عاوز يعمل حاجة، مش فكرة فيسبوك او سوشيال ميديا او نقعد نقول شعارات او نقعد ننتقد في الدولة. في ايدك حاجة، انزل اعملها، انزل اشتغل على ارض الواقع، انزل ساعد انسان غير قادر، انزل شوف الاطفال اللي في القرى الاكثر احتياجا عاملين ازاي. حقيقة كان عندي خبرة اكتر من 12 سنة في العمل الاهلي مع العديد من الجامعات الكبرى يعني، وقدرت مع شراكة مع مجموعة من الاصدقاء وزمايلنا ان احنا نفكر ازاي نتجمع وازاي نعمل عمل مؤسسي محترم، يكون لنا استراتيجي معين وعندنا بلان على مدار او تخطيط على مدار يعني 5 سنين. انشاتوها على هيئه جمعيه اهليه؟ طبعا مؤسسه اهليه تتبع وزاره التضامن الاجتماعي. حقيقة طلعنا وقت ما فكرنا نعمل ده في برنامج تلفزيوني، عرضنا فكرتنا، كنا كلنا موجودين، السيد الرئيس كان بيسمع البرنامج، اتصل بينا المتحدث الرسمي وقتها. تاني يوم كنا في عند الرئيس، طلب ان احنا تاني يوم على طول نقابله، قابلناه قعدنا معاه 6 ساعات. لما رئيس دولة يفرغ من وقت 6 ساعات بالظبط لمجموعة شباب بيفكروا في عمل خيري انساني، اللي هو برضه انا مش عاوز اقول انا مش بعمل اقتصاد او بعمل مش بزنس، يعني لا، مش هنقل الدولة في جزء صناعي اللي هو كلنا بنفكر فيه في الاستثمار. انا عاوز افكر هل الشباب هي رايحة لفكرة استثمار ولا رايحين لفكرة عمل انساني. فكنا واضحين جدا احنا عاوزين نعمل مؤسسة اهلية هي هدفها التنمية المستدامة والعمل الاهلي الخيري او الانساني. انتوا بتشتغلوا على ايه بالظبط؟ اشتغلنا على تنمية القرى الاكثر احتياجا، كنا بنشيل كل البيوت اللي في قرى الصعيد. احنا عندنا شوية الصعيد في مشاكل ان في قرى نائية ما فيهاش اسقف، ما فيهاش مية، ما فيهاش كهرباء. فبالتالي كان ده دورنا احنا الحمد لله، مع الشراكة مع العديد من الجامعات الاهلية الكبرى والمسؤولين المجتمعيين للقطاع الخاص، وبدأنا نشتغل على هذه الجزئية وشرحنا للرئيس بالتفصيل. كنا اشتغلنا في 25 قرية قبل ما نقعد مع الرئيس، وكنا نتكلمه عن مشروع الحضانات للأطفال المبتسرين والأطفال اللي هم حديثي الولادة اللي عندهم مشاكل. كان عندنا كارثة بعد 2011 ان بعض المستشفيات كان كل الأجهزة تقريبا بدأت تعطل فيها، فالأطفال عشان تتنقل من محافظة او من قرية وهي مبتسرة تروح. دي كانت مشكلة كبيرة جدا. اشتغلنا في الأقصر، عملنا انجاز فيها كبير، مركز حضانات كامل. هتعرضوا التجربة دي هنا في المنتدى ان شاء الله يوم 8 بإذن الله. هنتكلم تاني بقى عن مشروع مبادرة أقوى شوية، مبادرة وقتك لبلدك، بنجيب كل الخبراء الأجانب المصريين. خليني أقف معاك عند وقتك لبلدك، لأن عايزة أسمع من سهيل. سهيل يعني بدأ الأمر وفي الكلمة بتاعتك أنه التعليم ممكن يبقى مفتاح سحري للحل، ومرة تانية أنا مثلا على مستوايا فهمت أنه التعليم مش معناه محو الأمية، معناه أن العقل يشتغل، أمكن الإنسان من عقله، من قدرات عقله. اخترت ليه التعليم يبقى هو جوهر مفتاح قضية باين قدام الدنيا كلها انها قضية الصراع والسياسة وانقسام الولاءات والحاجات الكتيرة اللي في المشهد اليمني؟ فعلا مثل ما قلتي، التعليم قد يكون المفتاح السحري، لان الوطن العربي بشكل خاص او العالم بشكل عام بيعاني من الفكر الارهابي، من الارهاب، من الافكار المتطرفة، والأفكار هذه لا تحارب بالسلاح. لأن لنا سنوات عديدة قائمة حروب من دول مشتركة وما وجدنا أي فعلا عن حل في الأرض الواقع. فالأفكار المتطرفة الحل الوحيد لمحاربتها هي بالفكر السليم، بالفكر المتوسط. والفكر المتوسط والفكر السليم سيأتي فقط من خلال التعليم، التعليم الذي
ليس يجعلك أن تقرأ الكتاب أو السطور. التعليم الذي يجعلك تستخدم عقلك وتعرف ما هو الحق وما هو الصح، تعرف أين مصلحة بلدك، أين مصلحتك، أين مصلحة أهلك، أين مصلحة شعبك. فإحنا في الشعب، في الشعوب العربية بنفتقر للتعليم، التعليم الصح، التعليم الراقي، التعليم المتطور. إحنا ما زلنا نستخدم مناهج قديمة جدا. وزارة التربية والتعليم في جميع أنحاء الوطن العربي ما زالت مناهجها قديمة جدا، مناهجنا بالية لا تواكب العصر الذي نعيشه. يعني عندما نلاحظ الخلايا الإرهابية الذي متمكنة في أوطاننا بيستخدموا تكنولوجيا إحنا ما وصلناها فعلا. يعني طبعا هم سابقيننا وإحنا اللي مفروض نكون سابقهم. فإحنا لازم إن إحنا نركز على التعليم. أيضا التعليم ليس مكلف بتكلفة أسعار السلاح اللي بنستخدمها لضربهم. بس ما أنت أكيد منتبه إنه التكنولوجي والسلاح ده جزء من بيزنس، من اقتصاديات أهل الشر، واللي هما مش هيلاقوا سوق أحسن من منطقتنا وشعوبنا اللي بيرفض استخدام عقله فعلا عبر تجهيلنا. عبر تحفيزنا إن إحنا نشوف البرامج الغير هادفة اللي ما بتنفعناش. أصبح الشعب العربي مدمن لبرامج غير نافعة. 70-80% من الشعب العربي بيشاهد مباريات كرة قدم أو أفلام أو غيرها ما فيش منها أي فايدة. فعلا ما فيش منها فايدة. عندما ينتهي البرنامج ما تخرج بفايدة واحدة منه، أشياء غير هادفة. الأشياء الهادفة، البرامج الهادفة اللي كنا نشوفها في التسعينات والثمانينات والسبعينات أنمحت، شبه انعدمت. أصبح الجيل جيل غير هادف، جيل غير مثقف، غير واعي. ما فيش عندنا أهداف. كان في السبعينات في الثمانينات البرامج تتكلم عن آداب الطعام، عن آداب التعامل، عن آداب الاحترام. الآن ما فيش طلاب يحترموا مدرسينهم، ما فيش صغار يحترم الكبير، ما فيش روابط أسرية. أصبحت الشعوب العربية مفككة بسبب التعليم، اللي ممكن أنه حتى التعليم ليس فقط بالكتاب. الآن إحنا في عصر التكنولوجيا، التعليم ليس فقط بالكتاب. الآن البرامج الكرتونية هي أصلا طريقة التعلم. طبعا دي أهم. في أطفالنا هم محتاجين العلم. إحنا خلاص كبرنا، أو أجيالنا اللي قبلنا كبرت، بس الأجيال الصغيرة اللي لازم نفكر عليها، اللي لازم نركز عليها، اللي لازم يتعلموا ويتثقفوا ويتوعوا، بحيث أنهم يطلعوا عندهم المقدرة على محاربة الأفكار المتطرفة، معرفة الفكر السوي والفكر الغير سوي. تمام. طيب خلوني أرجع لطارق، وعايزة أسمع منك تقديرك، وخاصة أنه أنت تقريبا عشت معنا في مصر جزء من تجربتنا، يعني بأن احنا كان عندنا طموح للتغيير تم إدارته بطريقة ما لحد ما قدرنا نستعيد بلدنا، وعندنا التجربة في اليمن اللي هي التجربة الأخرى اللي تخصك جدا واللي أكيد بتتمس معاها في الأجازات وعن طريق أسرتك. لما بنكلم لسه جزء من شبابنا بنلاقيه مش راضي يسمعنا كويس، ربما يقدر يسمعك أنت. أنت شايف ده إيه؟ شايف اللي تعرضت له منطقتنا، اشمعنا احنا مفروض نهد دولنا؟ ليه لازم نهدها؟ هو مفيش تغيير بيجي غير بالهدم؟ فعلا للأسف، يعني بعيدا عن نظريات المؤامرة، بس هي ليست مؤامرة، بس اضعاف للوطن العربي، اضعاف للشباب العربي، اضعاف لطموحاتهم. حتى أنه نجد معظم الشباب العربي يقلد الشيء السلبي في الغرب. بالضبط، السلبي والسيء بس. السلبي والسيء فقط. بينما الجانب الإيجابي هم لا يصدرون إلا الجوانب السلبية. بالنسبة للتجربة المصرية والتجربة اليمنية، هي يعني إحنا كنا نقول حافظوا على اليمن، وأنتم بتقولوا حافظوا على مصر، وأنا أقول حافظوا على مصر عشان تبقى مصر قوية وعزيزة ورائدة وتبقى مهد للحضارات. بل ونتمنى من مصر في المراحل في هذه الفترة والفترة القادمة أن تفعل دورها في تقديم المبادرات، كما قدمت مبادرات لحلول، أن تقدم مبادرات سياسية دبلوماسية. دور مصر دور رائد في الوطن العربي. قصدك في اليمن يعني؟ نعم. عايز تستشعر الدور المصري في اليمن؟ ممكن عبر مبادرة لجمع جميع الأطياف تحت حل سلمي أو حل توافق سلمي، نجعل من هذا الشيء مخرج من مشهد اليمن ده المعقد. مشهد اليمن يعني. نعم. هو أكثر ما يشبه يحتاج إلى توافق. جميع الدول لا تحل إلا بتوافق سلمي بين جميع الأطراف. حل سياسي مش حل عسكري يعني. هو
بحسب ما تقتضيها المبادرة، حسب انسجام الأطراف وانصياعهم للمبادرات. ما لم خليني أقول لك، طب عشان تبقى متفائل برضو، يعني مصر في المرحلة دي، أنا بحب دايما أقول مصر الجديدة، يعني اللي هي بعد 30 يونيو، إحنا ما استشعرناش هي كانت بتشتغل في ملف سوريا ولا لأ، بس فجأة شفنا إنها كانت بتشتغل. أعتقد إن ربما برضو نتفاجئ إن هي موجودة في اليمن وبتشتغل، بس التوقيت بتاع إعلان الشغل لازم يبقى عنده يعني معايير ومواصفات، علشان أهل الشر كتير، وأهل الشر مش بس يعني جماعة وأشخاص، دي كيانات وأجهزة استخبارات ودول. صحيح. حاجات كبيرة يعني. نحن هنا في مصر للتعلم، للاستفادة، لأخذ درجة الجامعية، البكالوريوس، أو وممكن نستمر حتى في الماجستير. لم نتطرق، لم نبحث جدا في السياسة، لذلك خبرتنا في السياسة ليست عالية. لا نعرف ما هو دور مصر الخفي أو ما هي أدوار الدول في اليمن، سوى أننا نريد لبلدنا أن تكون آمنة. حلمنا حلم بسيط، نريد لبلدنا الأمن والسلام والأمان، عايزين بيتنا يرجع، وعايزين نعم نحن الآن ندرس، نتعلم، سهيل يتعلم، أنا أتعلم، غيري من الشباب اليمني الكثير في كثير من الدول يتعلم. نود أن نرجع، نود أن نكون نحن الكتلة القادمة الذي تساعد وتطور وتصنع في اليمن. هرجع لك، لانه مهم عليكم دور انتوا المتعلمين تعملوا فرزكم، لان دايما اهل الشر في بلادنا بيبقوا مننا، فاهل الشر عندنا كانوا مننا، واهل الشر عندكم كانوا منكم، فلازم الفرز يبقى مسؤوليه الشباب بدل ما هو طول الوقت يعني بينتقد. عشان كده خليني اسال مصطفى، انا مهتمه قوي انه المصريين وهم بيسمعوك طول الوقت بقابل شباب، انت عارف بيبقى في حاله اندفاع وعندهم افكار كتيره جدا، ومتخيلين ان الافكار اللي عندهم هي حلول، كما لو كان يعني اللي جه على ذهنهم ما جاش على ذهن حد. صحيح. فهو صحيح. متخيل يا انا حل مشكله المرور، يا انا حل مشكله الفقر، وهكذا في اندفاع وحماسه. انا عايزك تكلمهم بالتجربه اللي انت حكيتها، ان كان عندكم حلم بسيط اتكلمتوا عنه وانتوا مش عارفين انه هيحصل هذا الاتصال، وفجاه الحلم بدا يتحط على قضبانه يعني ويشتغل. انا عايز المصريين يعرفوا يشتغلوا على نفسهم ازاي. حضرتك بتقولي نقطة مهمة جدا، لأن احنا ده يمكن عشناه مع تجارب شبابية كتير اتعرضت علينا ان هي تنضم لبعض المشاريع بتاعتنا، فكنا بالواقع غير المأمول، غير الإنسان بيكتبه على السوشيال ميديا وقاعد طول اليوم مأمول بيه. الأمر الأخطر كمان، احنا لما احنا بننزل بنشتغل بنفسنا في القرى، بننزل بنفسنا نشتغل في المستشفيات ونجيب فرق عمل تساعدنا المتطوعين اللي في كل محافظة يعني، فبدأ أخلق شعور على لدى الشباب ان انت عليك مسؤولية تجاه المجتمع اللي انت عايش فيه. انا مش هقدر اشتغل واجي لك محافظة سوهاج او اسيوط او المنيا وانت بتتفرج علي. فالحقيقة عملنا ده من خلال مبادرة كان اسمها اطمن على نفسك لمحاربة فيروس سي، والحمد لله احنا وثقنا ممكن افضل او اكبر عدد تم علاجه للفيروس سي بجانب دور الدولة، عملنا 800 ألف مريض في سنة. في كل هو ده لسه المبادرات اللي من النوع ده لسه موجودة، يعني لو مثلا في حد وظرفه يعني محتاج ده انه يعمل تحليل عشان يعرف عنده فيروس سي او لا. طبعا شغالين في محافظة المنيا، شغالين في البحيرة، في الغربية، في المنوفية، شغالين في كفر الشيخ، هنشتغل الفيوم وبني سويف ان شاء الله الشهر القادم، هنشتغل الاقصر، هنشتغل سوهاج، يعني خارج مركزيه مستمر. القاهره شغلكم بره القاهره. واشتغلنا القاهره والجيزه الحقيقه يعني. لكن ليه انا بقول لحضرتك الجزئيه بتاعت تطمن على نفسك محاربه فيروس سي، احنا خلينا كل مجموعه شباب في قريه، خلي بالك السوشيال ميديا في القرى اقوى من المدينه بجد. يعني في جروبات تلاقيها على باسم القريه موجوده وبيتخذوا قرار على هذا الموقع او هذا الجروب على الفيسبوك. أيوه. مثلا او تويتر، فبدانا نخليهم يشعلوا نشاط داخل القريه، احنا نازلين عندكم كمؤسسه اسمعونا، هنشتغل هنحلل لكل ابناء القريه اللي فوق 18 سنه، انتوا المسؤولين عن تجميع الناس، عن وضع الاماكن اللي هنشتغل فيها، احنا هنجيب الدكاتره والمعامل والتحليل مجانا، مفيش حد مخلوق يدفع جنيه. فبدانا نلاقي ايجابيه بقى هنا، حاسوا ان انت جايه تساهمي، انت ساهم معايا بمجهودك، انا مش عايز اكتر من كده. فخلقتي عندهم فكره ان انا لا انا هشتغل وانا هتطوع وانا اساعد اهلي، ويروح يجيب اهله من البيت ويقنعهم. طيب. ونكلم عن التوعيه، فهم ساعدونا كتير وتغيرت وجهه النظر شويه عن الشباب اللي في القرى كمان واللي في الصعيد المصري يعني. طيب سهيل كمان عنده تجربه شويه مختلفه، لانه الدراسه بتاعتك بتاعت الماجستير في الهند،
والهند حتى لو هي دولة زي دولنا كانت بتحسب من الدول النامية وما زالت يعني، لكن هي عندها تجربة مختلفة في الشغل والعمل يعني قفزوا قفزة مهمة جدا على الأقل في صناعة البرمجيات. في التجربة دي وانت اليمني اللي بلدك عندها المشكلة دي، انت حاسس ايه اللي لازم تقوله للشباب اليمني، للشباب المصري؟ لازم نفكر في ايه بدل ما طول الوقت قاعدين يتكلموا على احلام ضائعة على اي حاجة وما بيفكروش انه الفرق بين شبابنا والشباب الغربي كله، الشباب الغربي بعد الثانوية العامة بيشتغل، بيبقى مسؤول، يصرف على نفسه، يعلم نفسه او ما يعلمش نفسه تعليم جامعي، لكن احنا في منطقتنا وفي دولنا الاسره تبقى بتعلم ابنها وتزوجه ايضا، ودي كلفه للاسره مش موجوده في المجتمع الغربي. فعلا عجبتني النقطه اللي تكلمتي عنها، الثوره البرمجيه في الهند. الهند تدعم الشباب والشباب ايضا هو اساس الوطن. في الهند أحب أتكلم عن نقطة اللي هي مكافحة الفساد بالاستعانة بالثورة البرمجية. الهند في يوم وليلة ألغت العملة وحولت الاستخدام من النقد الورقي للنقد الإلكتروني في جميع الأموال المزورة، الأموال السوداء، الرشوة، جميع المال الفاسد انضرب. تم اكتشاف أكثر من مسؤول فاسد، تم إحراق أكثر من ملايين بالمليارات الفلوس في الهند. رئيس الوزراء كافح الفساد بطريقة ذكية جدا بمساعدة الشباب، بمساعدة التكنولوجيا. اللي إحنا كنا في المؤتمر بنتكلم عن الثورة التكنولوجية اللي زميلتي ريتشل من ملاواي تكلمت عنها. ففعلا الشباب والتعليم هو السبب أو المفتاح السحري على ما اتفقنا من قبل لحل المشاكل جميعا. مثل ما قال زميلي إن هو بيدرس ويريد يكون حجر الأساس لإصلاح اليمن وبناء اليمن الجديد، لأنه متعلم، لأنه صار عنده عقل يفكر صح، إن الوطن بحاجتي، الوطن فوق الجميع، العلم اللي بيفتح العقل، العلم اللي بيحرك المخ صح بيخلينا نعمل أشياء جميلة. مثل ما زميلي نزل على البلد بدون أي فلوس، بدون أي حد يدعمه ماديا، بدون أي حد يدعمه معنويا، عارف انه هذا واجب عليه الوطنه، هذا هذا الجيل المتعلم. أيوة سهيل، ازاي احفز جوه الشباب كله المصري وغيره يعني فكره انه في اولوياته مش انه يعمل شعره، مش انه يشتري عربيه، مش انه يشرب نوعيه السجاير اللي بيحبها، مش انه طول الوقت زهقان، ده محتاج كمان ان احنا نساعده انه يقضي وقت لطيف في الحياه. هذا يتم عبر الدعم المعنوي قبل المادي اللي بيفتقر له الشباب العربي. ازاي ندعمه معنوي؟ ازاي معنوي انه هو لما يروح المدرسة ما يلقاش كلمة يا غبي، يا فاشل، انت ما بتفهمش، انت ليش ما حليت الواجب، الضرب، العنف. في كثير من الشباب العربي او الاطفال اللي بيتسرب من المدارس بسبب العنف، بسبب فقر الدعم المعنوي. احنا لازم نأهل مدرسين لإنتاج أجيال قادة، هؤلاء الأجيال هم سيكونوا قادة المستقبل، فيجب الاهتمام فيهم، يجب الدعم المعنوي من الصغر طبعا حتى الكبر. طبعا مهمة جدا. فعندما يلاقي الشاب المناخ المناسب من الدعم المعنوي ثم الدعم المادي حيبدع، حيفرض نفسه. بس عندما يكون من صغره ملاقي التوبيخ وكسر الشموخة بينكسر، بيصير فاشل، بيؤمن أنا شخص فاشل مش حبدع. في الدول الأخرى ولو قطعتك عفوا مثل اليابان إذا نجحت اليابان تنجح، إذا فشلت اليابان تفشل. للأسف أنا من تجربتي الشخصية، أنا كنت أروح المدرسة والمدرس بيقول لي أنا استلمت مرتبي، عاوز تدرس ما يخصنيش. عندنا أجيال قديمة للأسف ما عندهاش المؤهلات المناسبة لتكون ما عندهاش شعور بالمسؤولية، مش نعم. قادر يفهم ان ده نعم. مرتبه يعني نعم مش مرتب، ان هو يعني. المعلم قم للمعلم تبجيلا هذا ان يصبح رسولا. ما فيش
الأشياء هذه اندثرت، لذلك خرج الجيل اللي على ما قلتي أنه عايز يصلح شعره، عايز يشرب السيجارة، لأنه بيحاول يقلد الأشياء السيئة من المجتمعات الأخرى، لأنه ما لقاش التحفيز اللي يقول له أنت قائد المستقبل. طيب أنت حتكون رئيس وزراء، أنت حتكون رئيس جمهورية، أنت حتكون مبدع، أنت حتكون قائد، أنت حتكون منقذ للوطن اللي في الحضيض. فلازم أن احنا نزرع الإيمان في جيلنا بحيث أنه يكون حجر أساس لبناء الجيل. طيب وهو ده أعتقد احنا في مصر في تجربتنا، والرئيس قال أن ده التحدي الحقيقي كان قدامه فكرة الشباب، وأنه حب يسد الفجوة في التعليم، في غياب القدوة، في غياب النخبة الفاعلة في حياة شبابنا، بأنه يعمل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب. هل بالفعل المسألة كده نقدر نشوفها؟ ده جزء أنا بضيف على كلام سهيل، أن الدعم المعنوي، يعني فكرة الدعم المادي خالص اللي هتخلي الشاب يفكر ازاي يكون عنده الوطنية وانتمائه للبلد، وازاي يقدر يخدم شرائح مختلفة من المجتمع، وازاي يكون ايجابي مش سلبي. طيب خليني اقول لحضرتك بقى جزئين اتنين الرئيس عملهم، هي فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، ودي فكرة يعني ثمرة المجهود اللي حصل في منتدى شباب العالم، هم الشباب برنامج الرئاسي هم اللي عاملينه، حضرتك مفيش شركة منظمة، بالظبط ده شغلهم، ده الشباب يعني اللي العالم كله بيتفرج عليه، التنظيم الشيك قوي والاستقبال الناس ضيوفهم في المطار، صحيح. هم اللي يقابلونا في المطار، هم اللي بيسكنوا الناس في الاوتيلات، هم اللي بيعملوا التنظيم للقاعات، انت شايف حضرتك كام قاعه شغاله جوه قاعه المؤتمرات، صحيح. هم اللي بيديروا الجلسات بالماده العلميه، بالتوصيق، بالميديا كاب، بالتغطيه الاعلاميه، بكل شيء. فانت عندك دي بيدفع فيها فلوس، بتجيب شركات يعني هي تعمل انجاز عالمي. لا انا عاوز اقول قد ايه وخلق لهم ثقه في نفسهم، انتوا هتنظموا مؤتمر عالمي بيحضروا كام دوله على مستوى العالم. فالشباب بدأوا يتحركوا. الجزئية الثانية لما هو اتكلم معانا على سبيل المثال، لما بدأنا نعقد معاه اجتماعات، احنا لقينا دعم معنوي منه، مش دعم مادي او 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 الشكل اللي انا رايح اطلب منه فلوس من الدولة عشان تساعدني. لا انا لما جينا هو دايما بيقول الدولة مش هتدي فلوس، لا واحنا مش طالبين ده، انا طالبين بس ان انا اقعد اجتماع مع رئيس دولة ويهتم بالافكار اللي انا بقولها، دي بتديك ثقة. وانا اقول له انا مطبق بعض الافكار على الارض الواقع، انا مش محتاج اي شيء لا من وزير ولا من رئيس وزراء. الاقي تاني يوم رئيس الوزراء بيدينا كل اربع من كل اسبوع بعد اجتماع مجلس الوزراء، هو اجتماع المجلس الوزراء للشباب اللي هم المؤسسة اللي احنا كنا بنتكلم مع المهندس ابراهيم محلب لمدة سنة ونص كاملة، كل يوم اربع بنحكي له احنا عملنا ايه وانجزنا ايه في القرى، عملنا ايه في المشروعات الطبية، عملنا كذا. كان الراجل يستمع بانصات شديد، كان ينزل معانا يقول طب فين المدرسه اللي انتوا عملتوها، فنقول له في المنطقه في قريه كذا، يطلع بالليل حتى لا باعلام ولا باي شيء، بس هو عاوز يشوف يتاكد كمان ان الشباب بيشتغل. طبعا عاوز يساند، كان يكلم الدكتوره غاده والي وزيره التضامن الاجتماعي، انا عاوز بكره دكتوره المؤسسه والشباب دول ينزلوا معانا في مبادره كذا، عاوزهم يشتغلوا ويحضروا معانا اجتماعات كذا. فانت النهارده شايفه اكبر مسؤولين في الدوله مهتمين. طيب ان يبقى في عمل للشباب. خليني اقول لكل المصريين اللي بيتابعونا انه احنا كمان هنشوف هل اللي بيقوله مصطفى ده حقيقي واحنا عايشينه، ولا برضو ده علشان انا عارفه البعض يعني بيسيب ودانه للسوشيال ميديا وللاسئله المغلوطه. خلوني اسمع من احمد براني، وده واحد من شباب البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب، واعتقد كمان هو موجود مع وزير الاسكان وبيتم تجهيزه ان يبقى عنده دور ضمن هذا الملف. احمد مساء الخير، ويعني مصر كلها فرحانه بيكو، ويا رب يعني البرنامج يتحول لحاجات كتير ونشوف شباب كتير في مصر بيقدروا يتنقلوا من مساحه التنظير والنقد لمساحه العمل والفعل. خليني اسالك في البدايه، هو البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب قدر يديك الدعم المعنوي اللي كان سهيل بيتكلم عنه؟ قدر يسد فجوات سوء التعليم في مراحل بعينها، التدريب على الإدارة وحسن مخاطبة القيادات، كيفية التعامل مع الملفات الصعبة؟ أنا عايزك تقول لنا البرنامج ده قدر يعني يأهل الشباب المصري ويمكنه أن يقدر يبقى مسؤول عن إدارة الدولة في مرحلة ما، إزاي؟ ألو أحمد سامعني؟
معلش هو الصوت بيقطع، انا سمعت حضرتك بتقولي البرنامج الرئاسي وقدر ايه بقى، لان الصوت كان بيقطع. انا عايز اعرف، احنا كنا هنا بنتكلم في القعده بتاعتنا على انه الدعم المعنوي مطلوب جدا للشباب لمنحه ثقه، وكنا بنقول كمان انه الشباب العربي ما تعرضش لاحسن تعليم، عنده فقد الأشياء كتيرة، منها خبرة العمل التنفيذي، العمل العملي. وهل البرنامج الرئاسي قدر يأهلكوا أنتوا كشباب علشان تبقوا في لحظة من اللحظات مسؤولين عن إدارة البلد دي؟ طب هو لو حضرتك سمعيني، انا سمعت حضرتك بتتكلمي عن اللي انا سمعته من حضرتك، حضرتك بتسالي عن البرنامج الرئاسي وهو قدر يعمل ايه وايه دور البرنامج الرئاسي معانا. هو انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه في البدايه، فكره البرنامج الرئاسي هي فكره كنا بنتكلم فيها من زمان جدا، من ايام يعني كان في يعني من كذا سنه كنا بنتكلم ان لازم يبقى في مبادره من رئيس الجمهوريه اللي هو يأهل الشباب ويمكنهم ويعلمهم. احنا بنتكلم دايما احنا عايزين نمكن الشباب، نمكن الشباب، والشباب عنده فكر، الشباب لا يمكن تمكينه من غير تأهيله. فكانت فكرة البرنامج الرئاسي اللي هو بيختار مجموعة من الشباب بناء على معايير معينة ومن كل أنحاء الجمهورية، وقال الشباب دوت هو هيأهلهم الأول قبل ما يمكنهم. والتأهيل ده فندم مهم جدا، وده ينقصنا كتير جدا في المجتمع اللي احنا بنعيش فيه. اللي احنا خدنا يعني عايز اقول لحضرتك في البرنامج الرئاسي خدنا مجموعة من الكورسات زي إدارة الأعمال، زي الأمن القومي، زي التغيير المؤسسي والتسويق وغيره من الكورسات اللي وسعت مداركنا وحطتنا كلنا على أرضية مشتركة، قدرنا من خلالها نقدر نوظف كل واحد إمكانياته وقدراته، وحتى نظرتنا للمشاريع اختلفت. يعني لما كان واحد عنده فكرة، حضرتك سامعاني ولا لأ؟ لا سامعاك كويس. فلما كان واحد عنده فكرة الأول وكان شايف إن فكرته هي الفكرة العظيمة اللي ممكن تغير الدولة وتغير البلد كلها، بعد البرنامج الرئاسي الموضوع اختلف، لأن بدأ يحط الفكرة في إطار تنفيذي معين. كان دايما سيادة الرئيس يقول منين وإزاي وكام وفين، ما تقوليش اللي أنا عندي فكرة وخلاص، لا أنت اديني الموضوع متكامل، اديني وجهة النظر متكاملة. فكرة البرنامج الرئاسي أنا كل اللي أنا أتمناه إن هي تستوعب عدد أكبر من الشباب، لأن عندنا شباب كتير جدا في مصر. عايز أقول لحضرتك إن أول ما تم فتح باب القبول للبرنامج الرئاسي اتقدم 73,000 شاب، اتقبل منهم 500 شاب. النهاردة احنا بعد السنة التانية، الدفعة التانية دخلت والدفعة التالتة في طريقها للدخول، النهاردة حوالي بنتكلم في ربع مليون شاب انترستد اللي هو يكون موجود، وغيرهم من الشباب اللي نفسهم يشاركوا. ففكرة البرنامج يعني الفكرة مهمة جدا اللي هي بتأهلنا عشان تعلم الناس وتمكنهم في اللي هو يقدر ينفذ أفكاره بطريقة علمية. الحاجة التانية والحاجة الأهم، الموضوع بيتطور والفكرة بتتطور، هي مش فكرة وقفت، لا ده الفكرة يعني زي ما قلت لو حضرتك تفتكري من سنة فاتت عملنا نموذج محاكاة الدولة المصرية، وبعديها كانت فكرة المؤتمر الوطني الأول للشباب، الفكرة اتطورت وطلعنا بتوصيات اللي احنا قلنا ما ينفعش يبقى مؤتمر كل سنة، خليه مؤتمر كل شهر، والرئيس استجاب للدعوة بقى مؤتمر شهري في المؤتمرات الشهرية، طلعت الفكرة واتطورت أكتر. طب إيه رأيكم ندعو شباب العالم؟ سيادة الرئيس على طول استجاب وعجبه الفكرة ودعمنا فيها، والنهاردة زي ما حضرتك شايفة إحنا كل شباب العالم عندنا ناس كتير جدا من كل دول العالم نزلت على أرض مصر. يمكن كان ليا تجربة في روسيا من أسبوعين في مهرجان دولي، ودعينا شباب كتير جدا من كل دول العالم. الناس ما كانتش تسمع عن مصر، ما كانتش تعرف، ممكن مجموعة كانت عارفة. النهاردة الناس لما نزلت مصر وشافت شرم الشيخ لسه مدينة واحدة بس من كل المدن المصرية، الناس معجبة جدا باللي شافته من أعمال التنظيم ومن أعمال ومن جمال المدينة. فالفكرة هي مستمرة. أما فكرة التأهيل بتاعت الشباب لازم برضو أؤكد على حضرتك فيها إن هي الفكرة موقفتش على فكرة البرنامج الرئاسي. زي ما قلت لحضرتك المشكلة فيه إن هي كان عدد الشباب صغير، الباتش أو الدفعة كانت 500 طالب، النهاردة عندنا دفعتين والدفعة الثالثة داخلة 1500 طالب في دولة زي مصر، يعني 50% منها شباب أو 60% منها شباب، فلازم الموضوع كان يبقى ليه إطار أقوى. ولذلك كانت من ضمن توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل، ويمكن سيادة الرئيس أعلم فعلا وطلع قرار جمهوري بإنشاء الأكاديمية عشان نقدر نستوعب أعداد أكتر، ويبدأ الموضوع يبقى في إطار تنظيمي مؤسسي أكتر عشان نقدر نستوعب كل الناس اللي عايز تتدرب. الأكاديمية هيكون فيها مجموعة من البرامج، منهم برنامج الرئاسي تأهيل الشباب. عايزة بس أسألك أحمد، جزء من التأهيل علشان الناس تسمعنا كويس لازم نعمل وقفة ونروح ونيجي مع بعض. عايز أسألك على التنظيم اللي شفناه في المنتدى الدولي اللي احنا موجودين فيه، التنظيم ده اشتغلتوا عليه ازاي؟ قعدتوا قد ايه؟ المصريين جزء منهم او على الاقل اهل الشر مش مصدقين ان ده شغلكم وان دي مش شركة يا فندم. للأسف
طول ما احنا ماشيين طول ما الدولة المصرية بتمشي في خطوات للتقدم وخطوات صح، طول ما هيفضل في ناس لسه هتفضل تحارب فينا وتقول انتوا صح. احنا شفنا الموضوع ده من ايام المؤتمر الوطني الاول للشباب وقالوا دول جايبين عساكر وامن مركزي يحضر. فهذه يعني طبعا دي وجهه نظر مغلوطه للناس، بيحاول بعض المجموعات من اهل الشر ترويجها للمجتمع المصري، ولكن اعتقد ان المجتمع المصري فاهم كويس ايه اللي بيحصل. عايز اقول لحضرتك على مفاجاه، ويمكن يعني سياده الرئيس تعمد في منتدى شباب العالم ان من يشط على التنظيم ومن يعني ياخد الموضوع من الالف للياء من اول المطار وحاجة تذاكر الطيران لاستقبال الوفود لتنظيم المؤتمر لدخول الناس في القاعه، كل الموضوع ده اللي بيشرف عليه شباب البرنامج الرئاسي. طيب اخيرا في جمله واحده اللي انا فاهماه ان انت بيتم تدريبك دلوقتي علشان يبقى عندك شغل في ملف العشوائيات، ايه اللي بيحصل؟ لا هو انا اصلا كنت بشتغل في ملف العشوائيات من قبل البرنامج الرئاسي، بشتغل مع نائب وزير الاسكان. فيما يخصني انا في ملف العشوائيات، احنا عملنا ورشه عمل اسمها تطوير حضري والعشوائيات، وخرجنا منها بتوصيات عرضناها في مؤتمر الوطني الاول للشباب في شرم الشيخ، وعرضناها على سياده وزير الاسكان، وفعلا طلعنا بحاجه اسمها البرنامج الوطني لتطوير الانسان. وقلنا يا فندم احنا محتاجين نطور الانسان مع تطوير البنيان. لو انا اخذت الناس اللي في العشوائيات اللي قاعدين في عيشه وقعدتهم فيها مش هينفع، لازم اشتغل على تطوير الانسان مع تطوير البنيان. ويمكن يعني السيد نائب وزير الاسكان دكتور احمد درويش استجاب للموضوع ده، وبدانا فعلا اطلقنا حاجه اسمها مبادره اهالينا، بنشتغل فيها على الجزء الخاص بتطوير الانسان وازاي نرفع وعيه وثقافته ونوفر له فرص عمل. سامحني انا بشكرك شكرا جزيلا، ويعني خلوني اطلع لفاصل ونرجع نكمل، لانه اهي زي اسمعونا بقى في تأهيل للإنسان بمبادرات شابة. هل الشباب اللي طول الوقت قاعد ينتقد عارف هو عايز ايه؟ طب لو هو عارف ليه مش عارف يمشي الطريق؟ في مشكلة علم النفس بيقولها، يعني ده العلم مش انا، ان في اشخاص بيكونوا قادرين على الحلم لكن ما بيقدروش ينزلوا الحلم علشان يبقى موجود على الارض ويمشي بيها. بعد الفاصل هنكمل مع بعض. اهلا بحضراتكم من جديد، والحقيقه يعني دايما هو الخير اللي بيجمعنا مع بعض، ويا رب تكون واصله لكم كل الطاقه الايجابيه اللي من الشباب اللي زي الورد ده اللي بيقول لكم على الخبره والطريقه، وازاي كل واحد منهم من واقع خبرته والخبره كمان في الاحتكاك بالاخر ازاي بيقدر يعيش حلمه. ارجوكوا فكروا في الجمله دي، لان ولادكوا لو تعاملتوا معاهم بصدق هتلاقوا كتير منهم عندهم احلام، بس مين فيهم بيعرف ينزل بالحلم يمشيه على رجليه علشان يتحقق؟ فبيبقى محتاج الشماعه اللي طول الوقت بيعلق عليها اي شعور بعدم التحقق. علشان كده خلوني مرة تانية أسأل كل ضيوفي، وخلوني أبدأ من طارق. عايزة أسمع منك جملة كده عن المنتدى، أنت حاسس أنه قدر يساهم بنسبة قد إيه؟ هل الفكرة صحيحة في فكرة التواصل، فكرة أن احنا بعيدا عن حتى الناس اللي بتتكلم، احنا في القاعات بنحتك باللي قاعدين جنبنا وبنتكلم معاهم، وفكرة طول الوقت في مناقشات يعني وحوار وكلام، انتوا شايفين انه ده بالفعل شيء جد؟ لانه الطلب من مصر انه يبقى يعني حدث سنوي على الاقل. هو فعلا المؤتمر ليس فقط كما يفكر البعض، الكثير يفكر المؤتمر لعرض المشروعات، المؤتمر لعرض الابتكارات، المؤتمر لعرض الاختراعات، المؤتمر ليس فقط لهذه القضايا، المؤتمر يتكلم عن الإنسانية، المؤتمر يتكلم عن صورة بناءة للحوار، يضعنا في صالة من جميع الدول ويقول هنا الحوار، يتكلم عن موضوع حساس ويقول هنا الإنسانية، يضع موضوع الإرهاب ويقول هذا هو الذي يواجه الشباب. وكما قال فخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي، قال حق من حقوق
المواطن هي مكافحة الإرهاب، هذا حقنا، فإن احنا نكافح الإرهاب هذا حقنا من حقوق. احنا محتاجين أصواتكم عشان نغيره ونعرف نضمنه ضمن الحقوق. طب معلش سامحني يا طارق، محتاجة مصطفى يقول لي في يعني جملة سريعة. الحقيقة أنا شايف إنه الغرض الرئيسي من المؤتمر اتحقق، وإنه منتدى شباب العالم كلهم إنه يتجمعوا تحت قبة واحدة وفي مكان زي شرم الشيخ، دي أكبر رسالة من مصر لكل العالم، وخاصة للدول العربية اللي فيها نزاعات وفيها حروب وفيها أعمال إرهابية كبيرة مش قليلة، يعني إن إحنا لازم نبقى عندنا فعلا دايما تواصل سنوي، وده حصل إن السنة دي الرئيس إن شاء الله، وده هيعلن في الختام أظن التوصيات، يعني إن هيكون المؤتمر سنوي. أيوة. وهنبدأ نستقطب مجموعات أخرى من الأفكار والشباب والنظام المحاكاة اللي بيحصل، يعني عندنا الأمم المتحدة يكون في نظام أو جلسة محاكاة إن شاء الله، فده شايف انه هينقل رساله لكل المنظمات الدوليه ان يشوفوا قد ايه الشباب قادرين لا مشاركين، هم بيعاملوا الشباب العربي بالزبط انه متلقي بالزبط. طيب سهيل، صراحه انا لفت نظري مثل ما ذكرتم مسبقا انه هو المؤتمر الناجح والمبهر انه تم بايدي شباب مصريه. يعني ما فقط اللي تكلمنا عنه الدعم المعنوي، هم وجدوا دعم معنوي كبير جدا من الرئيس ومن الحكومه قبل الدعم المادي. صحيح ان في سخاء كبير في المؤتمر وشاهدناه جميعنا من الالكترونيات، من الحفاوه والاقامه التنقل، نعم في حفاوه كبيرة. بس انا اسف اضيف نقطه عشان بس اصل الكل التكلفه كلها شركات رعايه وبنوك. انا قلت ما تقلقش سهيل مش من مصر، ما تقلقش. لا انا خلاص مصري، يعني بصراحه انا وجد كل العرب اخواننا. نعم احنا اخوان. فايضا بعيدا عن جميع المخرجات والتوصيات والحلول، المؤتمر نجح بجلب الجميع من جميع أنحاء العالم، من جميع أنحاء الوطن العربي، باختلافا عن اختلافنا المذهبي والطائفي والمشاحنات السياسية بين الحكام والحكومات، اجتمعنا كشعب وكشباب نبحث عن السلام. هو يعتبر، أنا أضيف أنه يعتبر ألف رسالة إنسانية، والله بيصرخوا ألف رسالة إنسانية، ألف رسالة سياحية لأجل العالم أجمع إن شاء الله. بشكركم، سامحوني مش عارف أقول أسماءكم كلكم، بشكركم وإلى اللقاء.